الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إحصائية عن وقوع حالة طلاق كل 4 دقائق، والدراسة أكدت على أن نسبة الطلاق ترتفع بين الزوجين غير متعلمين وتقل بين المتعلمين، كما تقل في القرى والريف وتزيد في الحضر والمدن. الدراسة أكدت أيضا ارتفاع معدلات الطلاق في عام 2015 إلى 2.2 في الألف، بزيادة 83% عن المعدل عن عام 1996. وأكدت أيضا إلى وقوع 200 ألف حالة طلاق خلال العام، بما يعادل 22.6 حالة طلاق كل ساعة تقريبا، وهو ما يعني حالة طلاق كل 3.8 دقيقة.